السيد عيسى، سيد عيسى لم تنجح الحكمة في تشكيل التحالف العابر، يعني اللي سمعنا به دائما ودائما كان يتحدث به السيد عمار الحكيم، وأيضا كان يتحدث عن الموالاة والمعارضة. هل هذا الكلام يعني يغلق هذا اليوم دكاكين يعني بعض الأحزاب والكتل اللي تنتفع من الحكومة واللي تريد تشكل الحكومة في قادم الأيام، يعني ولهذا راح تروح للمعارضة وما تقبل تروح للمعارضة أصلا؟ لا، بالمناسبة هو أيضا في الخطاب وضح سماحته على أنه للخروج من هذه الأزمة مو فقط الانتخابات، الانتخابات هي مدخل إلى المخرج الحقيقي اللي هو تشكيل الحكومة. بالتالي تشكيل الحكومة إذا بقى وفق الآليات وفق الصيغ السابقة، حكومة توافق الكل مشارك بها، لا نعرف من يتحمل مسؤولية إخفاق الحكومة، لا نعرف من يتحمل مسؤولية فشل أداء الوزارات، هذا الأمر ما يخرجنا من الأزمة. المشكلة فبالتالي يعني الكل يريد هذا اليوم الحكومة ما يشوف جهة تذهب إلى المعارضة. يعني في كل الحكومات اللي شاهدناها وأيضا مجلس النواب اللي يعني مضى عليه دورات عديدة، المعارضة قليلة جدا، ولذلك مصرين في هذه المرحلة والمرحلة القادمة بعد الانتخابات على أن تشكل قوى سياسية أو قوتين سياسيتين من الانتخابات، قوى تفوز بالأغلبية أو تشكل الأغلبية بعد الانتخابات، ومن ثم تذهب باتجاه تشكيل الحكومة وتتحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب. يعني أكو هيك قوة، يعني نطمح إلى أنه أكو هيك قوة عندها وعي تذهب إلى المعارضة؟ هذا ما مصممين عليه بالتأكيد. الآن بدأت تنفرز المناهج حتى من خلال البرامج الانتخابية، من خلال بعض السلوكيات، من خلال بعض التوصيفات الواضحة بالقوى السياسية. أكو شكلين الآن من أشكال قوى الدولة أو قوى اللا دولة، أو خلينا نقول حتى في العملية السياسية بيضمن. فبالتأكيد بعد الانتخابات ما أعتقد بعد راح تكون الأجواء والبيئة اللي عدة ثوابت، مثلا إحنا نتحدث عن ثوابتنا في تشكيل الحكومة، برامجنا هذه هتتحول إلى برامج حكومية اللي ما نقدر نشكل وياهم أو ما حصلنا الأغلبية ممكن أن نشكل حكومة. بالتأكيد ذاهبين باتجاه المعارضة مع من يتفق معانا على وجهة نظرنا. لكن نشوف المعارضة خجولة جدا في قبة البرلمان وتحت قبة البرلمان. ما شفنا معارضة حقيقة داخل البرلمان، ما شفناها إلا بالفترة اللي إحنا حاولنا نشكل معارضة، وأيضا كان عددنا وحجمنا ما يتحمل أن أو ما يسعنا أن نحقق شيء على مستوى. لكن الآن نبحث عن كتلة بحجم معقول تمارس هذا الدور بالانتخابات، يعني عفوا بالحكومة القادمة. غير هذا يعني ما ممكن أن نخطو خطوة إلى الأمام، ما ممكن أن نعيد العلاقة الصحيحة بين الطبقة الشعبية والحكومة أو بين الطبقة السياسية. إضافة إلى مثل ما قال أخي العزيز أستاذ جاسم الموسوي في موضوع لعله يمكن ما وقف على تفاصيل الخطاب، موضوع العقد الاجتماعي اللي أكد أيضا عليه سماحة السيد في هذا الخطاب، قال أنه عندنا عوائق دستورية. نعم، ولذلك تحدث سماحته على أنه محتاجين إلى عقد اجتماعي يعني تجلس القوى السياسية. لكن هذه مو المبادرة الأولى اللي يطرحها السيد الحكيم، ونؤكد عليها، لازلنا نتحدث ونؤكد عليها، وهي مخرج على أرض الواقع. جيد، نعيدها ونكررها ونوجه بالاستماع نعتقد أنه هناك تفاعل مع ما نطرحها بشكل أوسع في هذه المرحلة. لكن في الماضي يعني الماضي القريب وليس البعيد التحالف العابر ما تحقق، بس كانوا اصبحوا الكثير. يعني شلون انت تضمن انه شعاراتك اليوم او البعض يتحدث عن برنامجك الانتخابي او البعض يتحدث عن رؤية السيد عمار الحكيم في لملمة القوى السياسية، وايضا جلسة على طاولة واحدة لحلحلة المشاكل العالقة بين القوى السياسية، شلون تضمن هذا اليوم المشروع راح يتحقق؟ وعلى شنو مستند؟ من خلال يمكن انت بالاعلام الان، انا يمكن مرتين او ثلاث جلسات سامع من خلال لقاءاتك بحيث انه تتاكدين على موضوع الدوله واللا دوله والعقد الاجتماعي الجديد والاغلبيه السياسيه الحاكمه والمعارضه الان بالاعلام اصبح حديث عن هذا الموضوع، على النهج اليقود الحكيم في بناء كتله عابره للقاره، عفوا عابره للمكونات. هذا الان حديث اصبح في داخل الشارع، المواطن البسيط بدا يعي هذه التفاصيل، المختص في الشان السياسي بدا يتحدث عنه، الكتل السياسيه بعد ما كان هو خطاب للحكم
حكمة مقتصر على سماعة السيد. الآن أكو تجاوب وأكو حوار من قبل الرئاسات من قبل الكتل السياسية تتحدث على أنه هسه عندها تفاصيل، عندها بعض التحفظات على بعض الأمور، لكن أيضا تعتقد بأنه العقد الاجتماعي بالمرحلة القادمة يجب أن يتحقق، يجب أن نعيد دراسة أو نعيد كتابة ومعالجة الثلمات الموجودة في الدستور. أيضا على مستوى الحكومة وتشكيل الحكومة الكل أصبح يتحدث بشكل كبير. هسه أنا بالإعلام صدق النوايا ما أعرف، لكن أقول ما دام دا يتحدث على أنه ذاهبين باتجاه تشكيل حكومة أو نرغب بتشكيل حكومة أغلبية سياسية فائزة بالانتخابات وتقابلها معارضة، هذه كلها دليل على أنه الخطاب بدأ يأخذ واقع على مستوى الشارع، على مستوى المختصين السياسيين، على مستوى الكتل السياسية. دكتور أستاذ جاسم.